شخصي. وانا بقول انه هاي الشغله عن جد انا وكيف بصدق وفهمه بتهمني سطوني اكثر من انه ايش طلابي يتعلموا في نوتردام. لا احنا بهمنا الشريحه البشريه اللي عم تشتغل مع طلاب مبسوطه واللي راح يساعدونا ان شاء الله بالمستقبل. انه حكينا عن موضوع الفيزا شوي عن البلد وعن الطلاب والتحصيل وعن المشاريع بالمدرسه وعينتنا للتاريخ ال 21 واللي حكينا طلع هون نفس الشيء فعاليات وجولة بالبلد رحلة على القلعة احنا قلنا هلا 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 هلا